علاج الشبهة. الآن أنت سويت الأمر معاكس أخي، أنت دا تجيب واحد يدافع عن هذا المذهب ويقوي آراء هذا المذهب ويجعلها آراء صالحة للعصر والزمان ويقدر يقارع بها الآخر، سويت لي عكس، قلبت الدور، سويت إنه هو جهاد من المذهب. على أي أساس أخي تعرف من الهاد من المذهب؟ هاد من المذهب هل يجي يصعد على المنبر يصدر خرافات ويطلع المذهب أضحوكة للعالم؟ وكثيرين الآن مع احترامي للجل العلماء، أنا ما دا أتكلم عن المذهب واحد، كل المذاهب يصعدون على المنابر خطباء يجعلون أخي يجعلون الإسلام كله أضحوكة. لما يصعد لي واحد مثلا يقول لي الأرض مسطحة، ويصعد لي ثاني يحكي لي رواية ما أنزل الله بن سلطان وينسبها للأئمة وهي عبارة عن فيلم هندي، هذا اللي يصير، هذا المفروض نوجه سهامنا إليه، مو رجل علمي جاي يطرح مسألة ويضع لها حلول ويطرح لها الشبه الموجودة عليها. فعندما تحكمون كونوا شهداء لله وأنصفوا، لأن بعد ورانا حساب. ابن عربي زنديق كافر، ابن فلان ابن بطال ابن بطال، شنو هالمنطق هذا؟ بأي دليل؟ بأي دليل زنديق؟ بأي دليل كافر؟ بأي دليل خرج من الدين؟ بأي دليل خرج من المذهب؟ هاي الدنيا تنتهي، وبتعبيري سيد الشهداء وإمام الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. قريب مولانا سيوقفون أمامك، تطلع على الفضائية وتطلع على القنوات ومليون ومليونين وعشرة تصدر اعتبار واحد. إذا ما عندك دليل مو أقول الواقع، الواقع كما تقول ما عندك، لكن عندك دليل وما عندك دليل، ما عندك دليل اطمئن أنه سيؤاخر. ولذا أنا قلت هذه الجملة والآن أكررها، من اتهمني ولا دليل عنده أنا خصيم يوم القيامة. شوفوا بدليل الذي يقول لك أنا عندي دليل بس جيدا نتحاسب يوم القيامة، أما من اتهمني بلا دليل فأنا شنو؟ خصيم يوم القيامة. نقطة ولا صفر؟